طبعا ردينا من البركه، بركه الكويت كلها، دولة اللي يعني اللي معطين ديرتنا مثل ما يقول زمن الطيبين. الحمد لله، هذا زمن الطيبين. الله يحفظك. ديوانيه الرعيل. الرعيل الاول. استمتعنا معاهم وقضينا دقائق حلوه وممتعه. سوالفهم ما تنمل وقعدتهم ما تنمل. واحنا اليوم بعد غبقتنا ما تنمل بوجود الكباتن اللي منوريننا هني، محمد اشراق والكابتن سليمان والكابتن خالد جاسم. يا مرحبا فيكم. احنا سعيدين بتواجدكم ومنوريننا بغبقه كويتيه. شلونكم؟ تمام. تسيرون وتروحون غبقات وحلوين؟ اكيد. زين، مبارك عليك الشهر. ما عرفتك محمد بصراحه، اذا انت مستحي. مبارك عليكم الشهر، وفرض الله طاعتكم ان شاء الله، وان شاء الله شهر خير علينا. اللهم امين. الله مبارك عليكم الشهر، تقبل الله طاعتكم، ان شاء الله كل تنعاد عليكم كل سنه. لا تغلب. مسي عليك ومسي على الجمهور والمشاهدين الكرام، ومبارك لهم بالشهر وعساكم يعوض. خذيناكم اليوم من ديوانيتكم. الحين محمد اليوم عندك ديوانيه صح؟ هو كل يوم ما شاء الله. كل يوم اي ضمان، كل يوم عامل ديوانيه اشراق ترى دائما. الله يطول بعمرك. لحظه، امانه هي ديوانيه برميتيه من يوم كنتوا صغار. زين، حلو. فيها مجموعة شباب وصار لكم عمر مع بعض. صح. هذه ترى أسرار أنا أول مرة أبوح فيها عبر شاشة. لا أعرف أنت تنبشين تروحين تنبشين. إنزين، فأمانة في مقالب وفي ناس مثلا تذكرونها وفي ناس من أيام الطفولة، وللحين الديوانية مفتوحة ما شاء الله. الحمد لله. ما في يعني بالكويت اذا بتسالين كل الشباب وين، اغلبهم دواوين يعني خلاص، يعني صرنا شياب خلاص كله دوانيا. وين ما تروحين نبي نقعد بدوانية، يعني شوف كثر ما نطلع مردنا بالدوانية. والحمد لله يعني الدوانية عندي انا ربع رابين ويا بعض، يعني فريج واحد رابين ويا بعض. والحين صار عندهم عيال وعيالهم صار عندهم. ايوه بس خلاص كبروا. بس اذا تعرفين الديمقراطيه تعالي شوفيها بالدوانية، يعني هني الديمقراطيه. الكويت كذي امانه، يعني ما حد يزعل من الثاني. الحمد لله. ايه. ما حد يزعل من الثاني. احنا ما شاء الله ترى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قاعد توصلنا، يمكن مو منك كابتن محمد شراق، من بعض الزوار الديوانيه واهل الديوانيه اللي دائما يكونون وياك، صورهم دائما من ديوان محمد شراق، صورك حتى نشوفها دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. انا خليني اروح حق الكابتن سليمان. محمد شراق يقول عنك ان انت وايد عصبي، وانا من شفتك ما ابتسمت الحين. ليش؟ هذه حراسه المرمى دائما يعني يتهمونهم اتهام انهم عصبيين او ان انت يعني مشومين ميانين او شغله كذي، بس هذا اتهام. انا اهدى واحد طبعا من حراس المرمى. يعني اتهام باطل. ها؟ اتهام باطل. اي اتهام باطل. لا دام من محمد اكيد اتهام باطل. اتهام باطل. حلو. خالد الفطور هني ترى تشريبه؟ انا؟ تشريبه؟ انا كل رمضان تشريبه وبنته وبلاليط. ما شاء الله. بلاليط؟ بلاليط. يعني سولفنا عن الاكل وسولفنا عن الرياضة، مواقفكم شوي ديوانية محمد شراق إن شاء الله تكون عامرة دائما وجود الربع كلهم. الكابتن خالد جاسم مدير كرة نادي العربي، والله العظيم تحية قدمها لجمهور العربي اللي ما قصر، لكن خذلتوهم. ليش خذلتوهم؟ والله شوف، أنا بالنسبة للموسم اللي فات ما كنت معاهم، كنت كواحد من الجمهور. مزيد. أنا هالسنة التعق بالجهاز الإداري. حلو. لكن أمانة اللاعبين ما قصروا، ما أقولهم إن خذلوا اللاعبين، ما قصروا. لكن ماكو شيء، ماكو متصدرين بالدوري، ما خذيت الدوري ما يخالف، بس صارت بعض الامور من لعبه الكويت، صارت اصابات، صار ضغط على اللاعبين لان فريق الكويت بدا يقرب بالنقاط، هذا يسبب ضغط للاعبين. حلو. ثالثا المدرب في بعض يعني لعبه الكويت تشكيله ما كان يعني لعب بطريقه مو مناسبه صراحه، لا لعبه الكويت ولا لعبه القادسيه. حلو. فهي عوامل صارت اثرت على الفريق، فاللاعبين بالعكس ما قصروا. راضي على ادائهم؟ لا شوف، هو سبب ضغط عليهم ترى. انت راضي كمدير كره؟ اي راضي. نعم راضي، لانهم هم من بدايه الدوري ترى لنهايه الدوري متصدرين ترى، فهذا شيء مو سهل. هني المشكله، هني المشكله ترى قد سوى بقطك الحفره. لا لا ساعه قبل البرنامج ترى شوف بالرياضه احنا قايلين له موصينا، قال محمد بعيد عن الكره، بعيد عن الكره، لازم ردنا حق نفس ليش الرياضه تحتاج شوي جزء من الحظ يكون معك، عرفت شلون؟ يعني شوف الاصابات صارت وياك باخر لعبه مع الكويت. اكيد اصابتين يعني مو سهلين صاروا وياك،
محترف وحارس المرمى، عرفت شلون؟ ضغط الجمهور والكويت بدا يقرب لك، يعني هذه كلها ضغوطات تصير على الفريق. ما الومهم انا، ما ادري ما الوم، لا انت حصه انا ما اقدر احكي. اذا اكيد عندكم ذكريات برمضان، يعني اجمل الذكريات، يعني في يمكن اصعب شيء على يعني الواحد انه يلعب كره قبل الفطور، يعني لانه يحتاج انه يشرب ماي وايد يعني عشان انه يرتوي عقب اللعب. هل صار ان انتوا اصراركم على حبكم وحبكم للكره انكم تلعبونها قبل الفطور؟ كيفكم يعني ان ممكن تسوونها بهالاجواء؟ شوفي مرات احنا كلاعبين نحتاج برمضان نتمرن قبل الفطور، ليش؟ ندور الراحه، يعني امانه هالسنه يمكن لرمضان ما في نادي ولا في شيء، مرتاحين. ليش؟ نبي نحس برمضان، يمكن الناس اكثرها تحس برمضان بس اللاعب ما يحس برمضان، مرات تجينا سفرات برمضان، مرات التمرين يعني تفطرين حتى لا اشكره يقول لك المدرب لا تفطر وايد عشان انا تمرين بات مثلا تمرين قوي وشي، يعني ما قاعد نحس برمضان، وتخلصين التمرين على طول تردين وين؟ دوانية سحر تنام، يعني ما كنا نحس برمضان. بس هالسنة لا غير، نبي نطالع مسلسلات، واحد بهم بعد يتعبد، يعني في وقت عندك. هذا اللي انا والله مثلنا يا اصفار، يعني انتم الله يعينكم شهر كامل تقولون يلا يعين كملوها مع العيد. انا بروح حق سليمان، شنو قصة اللابتشين الجديد؟ قول الصدق، قول الصدق. هذا محمد قبل كل مباراة قوية او نهائي او مباراة مصيرية يطلع لك اسم الله لابتشين جديد او قديم. حلو. فاخر مره طلع لابتين يعني حجري، قال هذا راح يجيب لنا الدوري. طبعا لبسه لبستين بالتمرين وما قولنا بالمباراه نهائيا، يعني الدوري على ذبحنا اللابتين هذا. الحين ركبته هذا من شيته الاصفر، الاصفر اول مره الاصفر يجيب بطوله. انا احب اتفائل بشغله، يعني حلو، يعني مثلا كان عندي مكرم سامع لابتين قديم قطه بالبيت، انا العاده ما ودي يعني تكرم جواتي البيت، خليهم بالنادي، عندنا كبتات خليهم بالنادي، بس هذا ما يشون وديته البيت وقطيته بالكبت، يمكن صار له يمكن سنه وشيء قبل نهائي مباراه الكويت، قاعد كذي قاعد على التلفزيون، والله ما ادري شلون عيني طاحت عليه، مع انه شنو مشقوق من قدام مشقوق، يعني احساس ان هذا يعني راح يسوي شيء بالمباراه، كان اقوم اطلعه وحطه بالجنطه وباكر وديته النادي، تمرنت فيه قبل المباراه بيوم، الربع قاعد يضحكون علي، صدقك انت لا تفشلنا شو لابتشين هذا؟ قلت لهم صبروا وراح تشوفونه. حلو. وتجي المباراه. قبل المباراه يضغطوني، صدقك انت هذا لابتشين هذا لابتشين، المهم قلت له ما يخالف انت لا تحكم اصبر شوي. صح. جت المباراه. والمباراه هذه اصنع فيها جولين واقول وناخذ الكاس فيها، بعد المباراه كان ياخذون كل واحد بياخذه اللي بيلمه اللي ما شنو رد. في مرات يجي اللاعب احساس يجي مثلا يتفائل بشيء اكيد ياخذه وياه اكيد. بعد قمت الف عليهم كل يوم يجيني واحد اجيب لهم لابتشين. كلام جميل وحلو قاعد يقوله الكابتن محمد شطار. انت اعلنت انك ما راح تشارك بالنادي العربي نهائيا، متى اعتزالك؟ شوف انا من بدايه الموسم اللي فات وانا كنت قاعد يعني مع الجهاز الاداري كنت اقول لهم ترى هذا اخر موسم لي، حتى اللاعبين يدرون حلو ان هذا اخر موسم لي. اول شغله لان انا تعبت واقول لك مليت من الكره. ثاني شغله ان يعني مو شيء جديد حق على الجهاز الاداري، لان انا قايل لهم من زمان انه خلاص هذا اخر موسم وببطل. حلو. يمكن يبقى صح ان القرار مثلا مفاجئ حق الجمهور انه توك تقدر تعطي وتو الناس وهذا، بس انا اقول يعني خلاص وصلت مرحله بس ما الاعتزال متى؟ ما بسوي اعتزال. ليش؟ بس وجمهورك اللي يحبه حق اي لاعب يخدم المنتخب يخدم النادي انه يسوي هذا، ان كان في اعتزال هو في انه يدخل الملعب اسلم على الجمهور واطلع، بس الجمهور اللي سنين وقف وياي يقدرني واحترمني ابدش واطلع بس. حلو. انا يمكن عندي سؤال حق حارس المرمى، لازم حارس المرمى يكون كذي طويل؟ هو انت بصراحه لازم يكون طويل، بس احنا بالكويت يعني ما نعتبر طوال، يعني على مستوى العالم او الخليج ما نعتبر وادي طوال، طولنا متوسط، بس احنا بالكويت طولنا مناسب يعني. لازم يكون طويل لان تدري الجول لازم يعني عشان النط والشغلات هذه لازم يكون جسمه شوي يساعده على محترم الخليج. والله احسن حراس، مو عشان يمي، احسن حراس بالخليج هم حراس الكويت. ليش؟ والسعوديه والامارات محترم. صح، بين فتره وفتره تلقى حارس يطلع لهم، بس ما شاء الله الكويت كل يوم تشوف حارس ولاده، كل يوم تشوف حارس من ايام طرابلسي لي يومك هذا. حلو. شوف كل يوم حارس. حلو. خلينا نروح حق الكابتن خالد جاسم.
نادي العربي كان قبل اسمه غير الاسم الحالي، شنو اسمه قبل؟ نادي العروبة. نادي العروبة. اي نعم. ما شاء الله زين حافظ. هذه معلومة ترى وايد ناس ما تعرفها، إن قبل نادي العربي كان اسمه نادي العروبة، هذا معلومة جميلة لازم نطرحها احنا في برنامجنا. اي نعم. فشكرا لك على المعلومة هذه. شنو الخطط المستقبلية للموسم القادم؟ والله شوف بالنسبة حق الفريق الأول طبعا احنا قاعد نتفاوض مع محترفين في الوقت الحالي. يعني نجهز المحترفين، وقعنا مع محترف جزائري اسمه كريم مطمور، هذا الوحيد اللي وقعنا معه، وجاري المفاوضات مع المحترفين الثاني. ان شاء الله خلال الاسابيع الجايه راح تشوف المحترفين. عندكم الكنز موجود؟ نعم. فاوضوا لا يعتزل. لا احنا محمد شراق نجم كبير ما نختلف عليه طبعا. احنا تبي الصدق هو خليه هو اللي يبطل. ككويتيين هو خسارة للكرة الكويتية تخسر كابتن محمد شراق، لكن كقدساوي خليه يروح. أعتقد أن جمهور قدساوي أكثر من العرباوي. جمهوري شلون يعني؟ كل ما صادف برا ناس بعد ما تصوريها تخلص يطلع قدساوي. قدساوي الأكثرية اللي أشوفهم كل قدساوي. يتمنون لاعب مثلك وشرواك يكون موجود في نادي القادسية أكيد. يعني كل لاعب كل واحد عنده ولاء للمنتخب يتمنى ان كل لاعبين يكونون نفس هذا المستوى. الحمد لله على كل حال. فانت فخور اكيد يعني تو الناس على الاعتزاز. انتم كونكم زملاء ما تنصحونه يعني انا والله انا الحين تفاجأت والله الحين انه هو ما يبي اعتزال اول مره يعني اول مره اسمع في انت اول مره تسمع عنه والله تو فاجأني يعني. أنا والله كم مرة قلت لي خلاص ناوي وأسمعها يعني تداولت ما بين الناس وأنت قلتها بصراحة يعني كذا مرة بكذا برنامج. أنا يمكن هي شوية مثلا أنا كجهاز إداري الموسم اللي فات كان الوضع يعني مثلا أنا قايل لو حتى كانوا يقولوا لي مو وقتها الحين لا تكلم قلت لهم بس عشان تكون بالصورة إن أنا هذا آخر موسم لي وما بيصوب أي مجال الكرة خلاص. إنزين كونكم مسؤولين مثلا مسؤولين بالنادي ممكن تضغطون على اللاعب اذا بيعتزل او تقولوا له لا طبعا طبعا وطبعا بس اللي يقرر بالجهاز الاداري والجهاز الفني طبعا وهو اللي يحدد مستوى اللاعب اذا يقدر يعطي او شو اسمه. والشيء الثاني اللاعب رغبه اللاعب. انا الحين قاعد اشوف محمد رغبته هو ما يبي يستمر مع زين. انا بسال الرياضيين شويه اي احسن رياضه قبل الفطور ولا عقب الفطور؟ بعد الفطور اكيد. بعد الفطور احسن ها طبعا. كان والسبب الانسان يعني مثل ياخذ الطاقه يعني قبل الفطور الطاقه تكون قليله خصوصا اذا مداوم الصبح فلي قبل الفطور صعبه يعني عطاء ما يكون 100% بالرياضه اكيد. بعد الفطور هي الافضل يعني العضلات محتاجه طاقه عشان تشتغل محتاجه طاقه. اذا كان يعني مو ماكل عنده انرجي اكثر من لما ياكل ويفهي. لا 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 يعني طبعا من نوع ما اكل خلاص احد يحاكيني ثلاث ساعات اربع ساعات ما اقدر. لا 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 بس يعني الرياضي ياكل بعدها بساعتين. لا لا طبعا لما تمارسين رياضه كلاعب لازم يكون في اكل معين صح. قبل اللعب ما يكون يعني زين. رياضه المشي اللي قاعد نشوفها قبل الفطور الناس قاعد تمشي بالممشى او بالمجمع. لا هذا من كرياضة عادية ممشى اوكي ما اختلفنا بس انا قصدي تزاول الرياضة كلاعب او تمارين رياضية. لا يعني مثلا انت اذا الممشى تتفرى مثلا بنص ساعة غير لاعب الكرة. لاعب الكرة يمكن بكل مثلا 20 دقيقة لازم يروح يشرب ماي. يعني بالتمرين لما يعطينا مثلا التمرين المدرب يعني 20 دقيقة لازم تشرب ماي تعوض اللي انت فقدته بالتمرين. زين انا ابي اعرف ان انت واكلكم عادي طبيعي مثلنا ولا لازم على طول هيلثي واكل رياضي واكل والله ناس ولا ماكو اشوف بلاليط وتشريبه المفروض تعصبون والله في السنه في برنامج انا بالي يعني راح اسويه حق الفريق وراح لان هي ثقافه عرفت شلون لازم انا حتى الفرق الناشئين والبراعم ودي اعطيهم هالبرنامج هذا شلون يتغذون شلون ياكلون لان هي اساس اللياقه الغذاء عرفت شلون التغذيه الصحيحه لان حتى لو كانت لياقتك 90 ل 100% وانت ما تغذين صح ما راح تأدين بالملعب صح. حلو. راح ياثر عليك. حلو شلون فلازم يكون انت ماكل عدل. حلو محمد شراق ودنا نتكلم في موضوع وايد مهم ان بعض الواعي او اللاعب الكويتي بشكل عام شو اللي ينقصه يعني قاعد نحس ان اذا انت ملتزم في دوام مبكر الصبح ترجع الصبح ما يمديك حتى تريح تروح التمرين على طول في نواقص يحتاجها. شوف اللاعب الكويتي مظلوم على مستوى الخليج ما بكلمك على مستوى العالم على مستوى الخليج مظلوم
يعني ما في لاعب يروح دوام الصبح يجيك العصر، يمكن حتى غدا يصير يمكن على الدرب في لاعبين، انا والله يمكن كانوا يجون تعذرهم يجيك طالع من الدوام على طول اي مطعم موقف خلال مثلا وجبه سد اليوع الى المباراه. انت كمثلا كجمهور تبي اللاعب يعطي مو بهالمستوى. في لاعبين يروحون مثلا يسافرون كان على مستوى منتخب على مستوى النادي يردون مفصولين من دواماتهم، يعني اغلب الناس قاموا اولياء الامور الحين قاموا يخافون يودون عيالهم النادي. ليش؟ قاعد يشوفون مثلا سلمان سليمان نفس الطريقه، يبقى هذا لاعب قدوه يروح دوامه يريد مفصول. خلاص انا كاب ما ابي ولدي يروح المجال هذا، خليه مثلا يكمل دراسه، خله بوظيفته احسن. ايوه خله بوظيفته هذا. يعني احنا عندنا مشكله هذه من زمان، مو راضي يتخلص، مو راضي يفرقون بين الكره والطباخيه، هم خلوها للحين طباخيه. والله للحين مخلينا طباخيه، لانه خلاص وناس دشوا فيها من ايام قبل خلاص يلعبونها ان شاء الله. اذا توصل مو بهالطريقه هذه، اذا تفكر انت مثلا توصل اسيا الكويت كان تاخذ كاس اسيا، يعني ما توصل يمكن في التصفيات تطيح. اذا في وايد مجالات رياضيه الواحد يدفع من عنده علشان يوصل، الا كرة القدم شوية صعبة، لازم يكون نادي اللي داعمه، صح؟ صح. ما يقدر لاعب يدعم نفسه مثلا اذا كانت امكانياته المادية متاحة. هذه الالعاب الجماعية اغلب شيء، يعني الالعاب الجماعية الاربعة دائما تكون صعب التحكم فيها، غير الالعاب الفردية. الالعاب الفردية تقدرين تدفعين من جيبك، يعني تاخذين صالة مثلا معينة، مدرب ممتاز، تتطورين، تمرين، تقسمين تمرينك الى قسمين، تمرين الصبح تمرين العصر. لكن اللعبه الجماعيه لازم توفر كل الفريق كل الطاقم، فهذه شوي صعبها. حلو مثل زين، انتم العاده تتحرون يعني ثقيل ولا هم لا؟ انا خفيف صراحه. سحوري خفيف. سحورنا اليوم حلو. انا حيرتوني، انتم قلتوا لي انا ضعفان، انا متى متنت عشان اضعف؟ انا هذا جسمي. ما لا انا هذا جسمي الحمد لله. الحمد لله والله ما تغير الحمد لله. انا هذا جسمي قلتوا لي ضعفان، والله ما ضعفان، انا ما احب لك الوايد. طبقتنا اليوم حلوه بوجودكم. لا بلاش شربه ما يعني انا اي شيء شوف قدامي عادي اكل، يعني مو تقول لي والله لا شيء معين من النوع اللي ما اكل هذا ما بس برمضان لا لازم تشريبه و بلاليط والبنتو والبنتو. عموما سعيدين بتواجدكم ونورتونا، وخذيناكم اليوم اكيد من زياراتكم دواوينكم، بس احلى طلع على شاشه تلفزيون الكويت طلتكم وتواجدكم ويانا، نورتونا. زين لكم عندنا شويه حلو اليوم، بنخرب سعراتكم الحراريه، نبيكم تخربون. اي انا لا عندنا طبعا نشكر سويت سور على الحلو اللي جايبين لنا اياه، وهذا الغلا بعد مسويته يعني سبيشال حقكم. زين السعرات الحراريه اليوم مليون. انا اذا محمد كلا انا كلا. محمد ما تاكل؟ انا ما احب. هذا بديل البلاليط. سويت؟ ايه اوكي اخذ الديوانيه. تاخذ الديوانيه وياك اليوم؟ عليك بالعافيه. الله يطول بعمرك. كل الشكر لكم على تواجدكم معنا في غبقه، غبقتنا اليوم انتم نورها وانتم مذاقها الجميل. نشكركم مره اخرى ابطال نادي العربي، وكل التوفيق والف تحيه لنادي العربي وايضا جمهور نادي العربي. وانا بعد اشكر من الازياء ريهام وصالوننا للستيشن ومجوهرات تيارا، يعطيكم الف عافيه على الاطلاله الجميله. نشوفكم باكر ان شاء الله تصبحون على خير. غبقه كويتيه، نطرونا على تلفزيون الكويت ان شاء الله.